مارس كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد ما تم ابلاغه بان نادي او الاهلي خلاص هيواجه بيراميدز في كاس السوبر طلب من الجهاز الفني اخر مباراتين لبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه امام فريق مارومو جالانس الجنوب افريقي وطلب من محلل الاداء تقرير كامل عن المباراتين عشان يدرس الفريق علما وان الجهاز الاداري كان على تواصل دايما مع مارسيل كولر عشان يبلغه بتطورات المباراه هيواجه الزمالك ولا هيواجه بيراميدز وعشان كده كان بيشتغل على الفرقتين. حاجه صعبه جدا حاجه صعبه جدا. يا بص بص الخلل اللي احنا عايشين فيه. لا الزمالك كان واثق هيروح ولا لا فتيجي بقى تتكلم مع المدرب بتاعه هو مش عارف هيح... هيجهز الفرقه لمباراه السوبر ومش ولا مش هيجهزها هيبص على الاهلي ولا مش هيبص على فهو مش مش واثق انه الزمالك هيلعب ولا لا تيجي عند النادي الاهلي مارسيل كولر المدرب بتاع الاهلي مش عارف هو هيواجه الزمالك ولا هيواجه بيراميدز يعني يشتغل على يدرس الزمالك ولا يدرس بيراميدز مش عارف تيجي بقى على بيراميدز اصلا جابوه من البيت اساسا لا عارف لا هو كان عارف انه هيلاعب الزمالك ولا كان هو عارف انه هيلاعب بالاهلي بتكلم على باتشيكو طبعا المدير الفني لبيراميدز فخلل خلل يعني الله يكون في عون المدربين بصراحه الله يكون في عون المدربين كلهم يعني